الإعلام العماني ينطلق بصوت سلطنة عمان في عصرها الحديث إلى أوسع نطاق عبر العالم، ويعكس مسارات نهضتها المتجددة. وهنا تتويج لإنجاز يليق بالنهضة العمانية المعاصرة والتطور العالمي المتسارع، انطلاق الملتقى الإعلاني الأول بعرض جملة من المواد عن وزارة الإعلام وقنواتها المتعددة. طبعا هذا الملتقى هو أول فعالية مختصة بقطاع الإعلام تبنته وزارة الإعلام بهدف تعزيز وتطوير السوق الإعلانية في سلطنة عمان، سواء كان من حيث المحتوى أو التنظيم. وهذه النسخة الأولى لهذا الملتقى تهدف إلى تعريف المعلنين بقنوات الوزارة الإعلانية بكافة أنواعها، سواء كانت المقروءة والمسموعة أو المرئية أو الإلكترونية. الملتقى شهد تدشين الهوية الجديدة للدائرة التجارية بوزارة الإعلام ازدهار، التي تستلهم رسالتها من رؤية عمان 2040 في تنمية الاستثمار بالمجال الإعلاني وتحقيق التكامل بين المؤسسات لتشكل أول وكالة إعلانية رسمية في سلطنة عمان. وكالة ازدهار حقيقة وكالة ستنظم العمل الإعلامي ما بين الشركات وما بين وسائل الإعلام المختلفة من الوسائل المسموعة والمقروءة والأخرى. فجاءت الوكالة في حقيقة في وقت مناسب لتشجيع الشركات على أنهم يعلنوا ويجدوا الوسائل الإعلامية المناسبة بأسعار أيضا ممكن تكون تنافسية. ومواكبة لمستجدات عالم التقنية الحديثة، برزت فكرة منصة عين التي تجسد أكبر منصة محتوى إعلامي في سلطنة عمان، يعكس تجلياتها الحضارية والثقافية ويحتضن روح منجزاتها الوطنية. تدشين وكالة ازدهار للإعلان، وأعتقد هي ستكون بداية بإذن الله لسوق إعلاني قادم سيرفد وزارة الإعلام بالعديد من الإعلانات، وسيساهم أيضا في زيادة الإيرادات. وهذا الملتقى هو جمع مجموعة من الشركات التي تعلن في التلفزيون وإذاعة سلطنة عمان وجريدة عمان، وإن شاء الله إلى المزيد من الإعلانات إن شاء الله خلال المرحلة القادمة والعام القادم بإذن الله. فمثل هذه الملتقيات مهمة حقيقة للتعارف وأيضا لزيادة الإيرادات والحصول على المزيد من الإعلانات إن شاء الله. وبقيمة تتجاوز الربع مليون ريال عماني، جرى توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدة مؤسسات في إطار سعي وزارة الإعلام لتحقيق الشراكة الإعلانية مع مختلف الشركات، وقد كرمت منها الأكثر إعلاناً. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام متابعي حلقة الليلة من برنامج من عمان. مثل ما شاهدنا وإياكم التقرير الذي سلط الضوء على الملتقى السنوي للإعلان الأول، وكذلك وكالة ازدهار أول وكالة إعلانية رسمية في سلطنة عمان. المزيد أيضا راح نعرف المزيد حول هذين الحدثين، سواء الملتقى الإعلاني الأول وكذلك وكالة ازدهار،
نتعرف عليه من خلال ضيفنا اللي منورنا في استديو من عمان، الفاضل نصر بن فارس الرشدي القائم بأعمال مدير الدائرة التجارية بوزارة الإعلام. مساك الله بالخير أستاذ نصر معنا، حياك الله. مساء النور أستاذ عايدة، شكرا لكم وشكرا على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على الحدث الأبرز على مستوى وزارة الإعلام لهذا اليوم. حياكم الله، وأكيد نبارك لكم ولأنفسنا كذلك طبعا تدشين وكالة ازدهار، أول وكالة إعلانية رسمية في سلطنة عمان. ولكن قبل أن نتحدث أستاذ نصر عن الوكالة، نتحدث عن الحدث اللي يعني أقيم على هامشة تدشين هذه الوكالة، وهو الملتقى الإعلاني الأول واللي تم الطاقة طبعا اليوم، ومن عنوان مبين أن دامنا الأول فأكيد في إن شاء الله سلسلة من هذا الملتقى. نتعرف على فكرته والهدف من إقامته. طبعا يأتي الملتقى الإعلاني السنوي الأول لهذا العام في النسخة الأولى لعام 2022 كأول ملتقى من ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الإعلام ممثلة في الدائرة التجارية، وذلك لاستعراض الخدمات الإعلامية والإعلانية التي تقدمها عبر الدائرة التجارية، وأيضا الانطلاق نحو تدشين ازدهار والذي تم اليوم خلال الملتقى هذا طبعا، والتي تعتبر كأول وكالة إعلانية رسمية تابعة لوزارة الإعلام وهي على مستوى سلطنة عمان. نعم، طيب نتكلم الآن عن هذه الوكالة. تفضلت وذكرت أن هي طبعا ومثل ما نشر اليوم ومثل ما شاهدنا أيضا من خلال التقرير، أول وكالة رسمية في سلطنة عمان. نتعرف أكثر عن هذه الوكالة، الهدف أيضا منها، وأثناء الحديث أكيد راح نتطرق أيضا إلى الخدمات اللي تقدمها هذه الوكالة. طبعا في البداية أذكر ازدهار كوكالة إعلانية بمعنى النمو والتطور والنجاح والتقدم. إذن هذا ومن هذا نعم الاختيار الاسم ازدهار. نعم هو ازدهار، وهو امتداد للعمل التجاري للدائرة التجارية سابقا والآن تحت مسمى ازدهار، وهو تقديم أفضل الخدمات للعملاء وفي مجال إدارة الحملات الإعلانية. طبعا في ازدهار نقدم خدمات متنوعة وعديدة في مجال الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية وبث الحملات على مختلف وسائل وقنوات ومنصات وزارة الإعلام، وأيضا خلال الخدمات الإعلامية التي نقدمها في ازدهار مثل التقارير الإخبارية، أيضا التغطيات المباشرة، حجز مساحات إعلامية على مختلف وغيرها أكيد من الخدمات على مختلف وسائل وقنوات ومنصات وزارة الإعلام، واستعراض ذلك كل أمام شركائنا من مؤسسات القطاع الخاص، وأيضا استعراض ما هو الجديد والمؤمل من ازدهار كوكالة إعلانية وخدماتها الفريدة والنوعية، وأيضا أخص بالذكر تنظيم وإدارة الفعاليات. نعم. إدارة الحملات الإعلانية والإعلامية على المستوى المحلي والمستوى العالمي وغيرها أكيد من الخدمات. طيب أستاذ نصر، يعني ذكرت أنت نقطة جدا مهمة أن نعم. هذه الوكالة ستقدم جميع هذه الخدمات يعني بشكل نوعي. نعم. نتعرف يعني أبرز ما يميز الآن أنا مثلا شريككم حاب أن هذه الوكالة هي اللي تنظم لي فعالية، المميز في هذه الفعالية عندما تنظمها وكالة ازدهار؟ بالطبع ازدهار تمتلك الخبرة الكافية ولديها كل الإمكانيات والوسائل لنجاح ولضمان نجاح هذه الحملة الإعلانية أو التغطية الإعلامية. طبعا اليوم منصاتنا على جميع الوسائل سواء الإذاعية التلفزيونية المطبوعة أو الصحفية، وكذلك المنصات الإلكترونية. نعم. فبالتالي إحنا نضمن نجاح الحملات الإعلانية ورضاء العملاء. نعم، إحنا راح نستكمل حديثنا هذا وعندنا أيضا المزيد اللي راح نتحدث حوله في هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا خلكم معنا.
نجدد الترحيب بكم مشاهدينا، وأيضا نرحب بكل من انضم لمتابعة حلقة الليلة من برنامج من عمان. موضوعنا مستمر حول أول وكالة رسمية في إعلانية في سلطنة عمان ازدهار، وأيضا الملتقى الإعلاني السنوي في نسخته الأولى. كل هذا مشاهدينا تم صباح اليوم، وحديثنا مع ضيفنا مستمر الأستاذ نصر بن فارس الرشدي القائم بأعمال مدير الدائرة التجارية بوزارة الإعلام. مرة ثانية نرحب بك أستاذ نصر، واليوم كما يبدو حلقتنا كلها برعاية ازدهار، قاعدين نشوف هذا الإعلان الجميل حقيقة بين الفترة والأخرى. إذا نحن تكلمنا كذي عن الملتقى، وتكلمنا عن ازدهار، وتكلمنا عن الخدمات، أيضا اليوم تم على هامش التدشين التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص. نعرف أكثر عن طبيعة هذه المذكرات وأيضا الاتفاقيات. طبعا تم على هامش الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وذلك من حرص وزارة الإعلام على مبدأ الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وخلق شراكات بناءة وسنوية. طبعا تم توقيع عدد 8 اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع مختلف المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بقيمة تقارب 400,000 ريال عماني. نعم، وهذا مثل ما أسلفت يعني حرص الوزارة على ضمان تقديم أفضل الخدمات للشركاء. وجميل، يعني هذه من البداية واضح الثقة بالخدمات اللي راح تقدمها ازدهار. طيب يمكن في يعني سؤال جدا مهم أستاذ نصر فيما يخص تنفيذ هذه الأعمال التغطيات الخدمات بشكل عام في وكالة ازدهار، هل ستعتمد وزارة الإعلام على كوادرها أم بالإمكان التعاون أيضا مع الشباب العماني في مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا لتنفيذ مثل هذه الأعمال؟ طبعا وزارة الإعلام هي شريك في هذه الاتفاقيات وهذه الأعمال،
وأيضا تشرك مختلف الشرائح مثل ما تم تنفيذه في منصة عين والاستعانة بصناع المحتوى لبث ونشر محتوياتهم على المنصة. أيضا نحن في ازدهار من المؤمل إن شاء الله أن نكون شراكة مجتمعية مع صناع الإعلان والاستفادة منهم في هذا المجال وتنفيذ وإدارة الحملات الإعلانية للمؤسسات. جميل جدا. في آخر هذا اللقاء أستاذ نصر، لو حاب الحين أنا بعطيك المجال على أساس أن أنت تعلن عن هذه الوكالة وتستقطب من يعني خلينا نقول شركاء جدد يعني إضافة إلى اللي اليوم وقعته عندهم، ماذا ممكن أن تقول عن هذه الوكالة لتستقطب هؤلاء خلينا نقول شركاء؟ طبعا احنا او من تودون ان يكونوا شركاء معكم في هذه الوكاله. طبعا احنا نرحب بجميع الشركاء وكافه المؤسسات في القطاع الخاص بسلطنه عمان وندعم الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات، وايضا نتشرف بتقديم خدماتنا واداره حملاتهم الاعلاميه بكافه انواعها الاعلاميه والاعلانيه وكذلك على مختلف مستوياتها مثل ما أسلفت، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وبهذه المناسبة يعني تقدم وزارة الإعلام دعم خاص للمؤسسات الصغيرة. جميل. والعمل على مبدأ الشراكة مع هذه المؤسسات وتقديم لها باقات مختصة وأيضا نسب خصم في الأسعار والامتيازات. أيضا من ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم مع إحدى مؤسسات المؤسسات الصغيرة والمسجلة ضمن مؤسسات ريادة، فهذا تأكيدا على منهج الوزارة في مبدأ الشراكة. جميل جدا. ويمكن النقطة الأهم اللي أنت تفضلت وذكرتها أثناء حديثك أن جميع هذه الخدمات بمشيئة الله من المؤمل أن تكون نوعية. وهذا ما يعول عليه الشريك اليوم عندما يأتيكم في وزارة الإعلام حتى يعني يريد هذه الخدمات، فأكيد هو يبحث عن الأفضل ويبحث عن هذا الشيء النوعي. كل التوفيق لكم أستاذ نصر بن فارس الرشدي القائم بأعمال مدير الدائرة التجارية بوزارة الإعلام، شاكرين لك وجودك معنا وتسليط الضوء على هذا الحدث الأبرز إعلاميا في السلطنة لهذا اليوم. شكرا لكم وبركة جهودكم ونحن شركاء في ذلك. شكرا جزيلا لك ونورتنا في من عمان. شكرا. إذن مشاهدين الكرام احنا مستمرين معاكم، بعد قليل راح نأخذكم إلى محافظة البريمي، خلكم معنا. استدامة، الريادة، تأثير، ازدهار، الإتقان، انتشار. نسعد جدا بتجديد شراكتنا الممتدة لسنوات طويلة مع وكالة ازدهار والتي ساهمت بشكل جدا فعال في انتشار أعمال عمان تل. فخورين بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام، ووكالة ازدهار أحد شركائنا الرئيسيين في نجاح الحملات الإعلامية والإعلانية الخاصة ببنك مسقط. لاقت شركة بيع كل الدعم من وكالة ازدهار وكادرها المحترف في إيصال رسالتها التوعوية المتمثلة بحفظ وصون بيئة عمان الجميلة لأجيال المستقبل. نحن نؤمن كثيرا بأن الإعلام هو اليد اليمنى لنجاح المؤسسات، وبهذه المناسبة يسعدنا دائما تجديد التعاون بين بنك العز الإسلامي ووكالة ازدهار. اختيارنا في شركة نور مجال العقارات لوكالة ازدهار صنعت لنا بعدا مختلفا وقاعدة جماهيرية جديدة حتى لما بعد الإعلان نفسه. تجربة جدا مثرية للشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي في التعاون مع وزارة الإعلام، ونتطلع إلى المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة مع وكالة ازدهار بصفتها تجمع جميع القنوات تحت مظلة واحدة. وكالة ازدهار شريك استراتيجي في نجاح إعلانات الديوانية للحلوى العمانية، والسر في هذا النجاح وصلنا لأكبر عدد من المستهلكين. شيد الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان والمؤسسات التابعة لشركة عمان للخدمات التعليمية بالجهود المبذولة من الدائرة التجارية بوزارة الإعلام، وذلك من خلال نقل الأحداث المباشرة وغير المباشرة من الجامعة والمؤسسات التابعة للشركة. ويسعدنا ويشرفنا أن نجدد التعاون مع وكالة ازدهار لنقل كل حدث وجديد
من الجانب من نجاح المنتجات العمانية بما فيهم زيت الزيوت صحار المنارة وأخف زيت خفيف، ذلك كان بفضل المساحات الإعلانية المقدمة من وكالة ازدهار. وكالة ازدهار كانت جزء من نجاح هدفنا في سكول جارد في توفير الأمن وسلامة الطلاب في الحافلات والمدارس.